مساء الخير أه بدي احيي كل الموجودين هون، سوري على التاخير لانه اتصدمت انا والجمهور وصار في تبويس ومعانقات ومش عارف من وين صار ينزل القبولات علي يعني. أه تنروق اول شيء بدي اشكر وزاره الثقافه التونسيه على استقبالي بهالمهرجان الكبير السنوي كرطاج أه وبدي اشكر منظمه الحفل وبدي هني الشعب التونسي على جائزة نوبل للسلام آه ونقيت موضوع الليلة آه بخصوص آه حفل تكريم الفنان الكبير صابر الرباعي آه حبيت بلش سهرة بغنية لإلو هو كوكتيل من التراث التونسي آه مرسي كثير يهو سهر الليل واحزاني يا لله لو شفتك لو بوست خدودك لو مره يا لله نحس بروحي طير وطاير في العين يا لله يا لله سهر الليل وحزاني يا لله ومهما يطول عذاب نقول همي يزول، يا لله ولو شفتك لو بست خدودك لو مرة يا لله نحس بروحي طير وطاير في العالي يا لله يا لله يا شمعا عليا عليا يا ليا لي يا محتاج محتاج البسمه تنسيني يا لله ايامي بتعدي في مره وسنيني انت الدنيا وكل الدنيا وما فيها يا لله يا لله يا لله هلا بدنا نتوقف مع بريك وبنرجع لكم ثانك أه يو اليوم صوته لمروان حسيته رجع ياخذ الرن الـ يلي كان شوي فقدها بمطرح معين والاحلى من هيك انه زيد دل... الرنه بالفريكونسيت العراض وحتى الصوت الرفيع عنده صار اعرض صار فيه هارمونيكس فريكونسيت عراض اكثر وهذا الشيء عم بيجمل عم بجمل الصوت والعرب تبعوا له انظف كان في مده كنا عم نحس فيه شيء مش بيور او مزروق اليوم اريح مطرح واحد كان في شيء منه نقي بالصوت بس الباقي كان منيح اللي بدي اقوله يا مروان انه بعد بده يتعلم يخلي البوزيشن عاليه بال بالنوتات اللي يخلي البوزيشن تبع الصوت بالماسك بلا ما يشد وما بقى لازم يستعمل كتفاته وهو عم بتنفس وهو عم بغني لانه هيدا الشيء بتعب له نفسه وما بيساعده بالسبورت مروان فارق كثير من جمعتين لهلا لون الصوت تغير كله طريقة صارت ممتازه رنت صوته فرقت كمان بس في شغلة بحب أقول بالبرايم هو عم بغني غنى كتير كتير حلو ووصل للنوطة العادية يلي أكتر شي بدها فتح التم مسكر تمه بعدين بمطرح هو عم بغني قشط صوته بس اجمالا بغني كتير كتير حلو أه صوت حلو مرتاح يعني هديك المرة انا افتكرت انه لان جاية من أورو ديزني آه، كان مرتاح لا كمان هالمرة مرتاح حسيته هيك عم يضحك وجهه مش أحمر متل عطول آه، منه موتر آه، مبسوطة فيه ومتل ما وجهه مرتاح حسيت إنه صوته كمان مرتاح وهيك بلشنا نشوف آه حدا عم يكمل يعني كله على بعضه صوت وشكل وحضور ووجه حسيته هيك انه عم يتطور كثير هالفتره اسرع من من قبل، قبل كانت وتيرته مروان بطيئه لانه هو اجى صوته حلو، هلا لا عم عم يتطور حسيته اكثر وصوت بجنن اكيد بياخذ العقل. بالنسبة للصوت طبعا ما فينا يعني نقول انه منه حلو صوته كتير حلو ولكن انا بدي احكي اكتر عن مضمون الايفال يلي هيك فيه تناقض وما كتير مفكر فيه مروان بصراحة وهيدا الشيء ما كتير بقبله كمان بهالمرحلة يعني لأنه هلأ صارت المنافسة كتير قوية ما فهمنا شو موضوع الكونسير يعني هو جاي يغني بمهرجان كارتاج طب اوكي مهرجان هيدا قر... دونك هيدا حطه باطار مهرجان يعني ما خلق له موضوع مع انه بالايفال مطلوب انه يكون في موضوع خاص هو عم بيغني من مشانه بعدين عم بحيي الشعب التونسي اللي اخذ بري نوبيل للسلام في كمان شيء مش ظابط يعني اجمالا بالنسبه للبري نوبيل. او في محاوله انه يكون مهضوم ومضحك شوي كوميك يعني في محاوله كوميديا بالاول انه فيت مع هالبوسات وعم بيقول انه انا ما بعرف كيف هبطوا علي البوسات كمان هيدي المحاوله مش ناجحه بالنسبه لإلي يعني كل الكونسبت كل شيء حوالي الغنى بالنسبه لإلي مش ظابط عند مروان بس الصوت اوكي عظيم والمغنى عظيم ولكن كايفان كموضوع يعني او كيف معالجه هالموضوع انا ما اقتنعت وما لقيته متكامل بالنسبة لإلي اليوم مروان اختار اغنية بتخليه فيش خلقه يعرب يعني كان مرتاح بال بالنوع الغنائي اللي عم بيقوله وبالستيل اللي عم بيغنيه وهذا الشيء ما خلينا نشوف العرب كتار او اوفر لانه هي الغنية بتحمل يعني كانوا بمحلهم وكان نوع صوته بيلبق لها النوع الغنائي عندي شغلة بس بحب اقولها عن نظرة مروان حسيتها مش كتير واضحة يعني ما قدرت كل الوقت اطلع بعيونه يعني يا ريت هو بس اكيد نرجع نقول له اياها بالصف انه يركز نظره اكثر على شغله معينه يعني تيقدر يلفت او يجذب اللي عم بيشوفه بطريقه هيك حلوه وانسيابيه من دون ما اعمل جهد تطلع فيه ولكن بالمبدا كان غنائه اليوم كتير حلو ومميز وصوته مثل ما قلتوا بلش يكون متكامل أكتر